اللي كانوا في كاس افريقيا واللي موجودين في قائمه ال40 جداد اللي ممكن يكونوا موجودين في بطوله في القائمه النهائيه اللي هي 28 اسم في امم افريقيا. لا يعني مش حاجات شايف، على حسب الظروف. خلي بالك ممكن الظروف تجبرك على لعيبه انت يعني زي اصابه السوليه هتخليك تفكر في لعيب تاني في نص الملعب ديفندر. طبعا في الاسماء اللي انت حاططها، وانت ممكن دلوقتي انت مش حاطط طارق، فممكن هتاخد دونجا لان انت حاطه نبيل عماد دونج بتاع بيراميدز. لان انت حاطه في وسط ال 40، انا بتكلم على ال 40 اللي هو اختاره. ففي بعض اللعيبه الظروف انت ما تعرفش لحد التجمع ايه اللي هيحصل في عدد من اللعيبه، اي اصابه دلوقتي. واكرم خلي بالك ممكن يلعب ديفندر، بس مين هيلعب باك رايت؟ انت واخد هاني الطبيعي محمد هاني. بس ما اعتقدش انه هيكون في القائمه النهائيه، يعني هي النقطه ان ما بيلعبش خالص. عمر كمال عبد الواحد واخده في ال بس في ال 40، يعني اعتقد ان هاني هيبقى قريب. يعني هي ما بيلعبش يعني مع الاهلي خالص بالدليل، ولا في الدوري ولا في فتحي. خدت فتحي المعسكر اللي قبل اللي فات، وبعد كده فتحي مش موجود في ال 40، فبرضه غريبه. يعني انت ممكن تقول طب سيد معوض رايه ايه في استبعاد طارق حامد او عدم اختياره؟ لا يعني انا هتكلم برضو ايه، لازم ابقى واقعي وانا بتكلم. يعني طارق لعب معانا ماتشات وفي ماتشات ما لعبهاش. كل الماتشات اللي كان بيبقى احنا حظنا السيء ان احنا كنا بنعمل ايه، معسكراتنا بيبقى ماتشين في اسبوع. يعني كل 3 ايام مباراه، فانت كنت بتريح لعيبه وتلعب لعيبه، ماتش يلعب طارق وماتش يلعب مثلا السوليه او النيني. فانت كنت بتعمل كده، فطارق ما لعبش معانا بنسبه 100% عشان برضه نكون واقعيين. يعني بس بديت ابقى الروتيشن اللي كان بيبقى ماتش ماتشين في 6 ايام او 5 ايام، فاحنا كنا بنعمل تلعب ماتش ويريح ماتش. انما طارق من العناصر المهمه. طيب الكلام اللي بيتقال ان طارق، او اللي انا عارفه ان طارق مش قصه كوره، طارق بيزعل لما بيلعبش، بيكشر للجهاز، بيعمل، كان بيحصل كده ايامكم؟ لا طارق من الناس اللي بتزعل، ما انا واحد من الناس اللي كان بتزعل بس جدا. ممكن ازعل جوه نفسي، لكن لا مؤثر في علاقاته مع المدرب. بامانه انا ما شفتش من طارق حاجه يعني في فترتكم. يعني هو بيزعل ممكن يبقى باين عليه ان هو زعلان، بس طالما ما بيأثرش على المجموعه دايما هو ما بيتعاملش بشكل مش كويس مثلا مع الجهاز، او ما بيعملش مشكله مع الجهاز، فامر طبيعي. ما حصلش كده في فترتكم. طيب هنخرج فاصل ونرجع نكمل تاني مع كابتن سيد معوض. كلام حلو بيقوله كابتن سيد، بصراحة مقتنع بكلامه لأول مرة على فكرة.